طيب يا شباب، كثير كل اللي عايشين في الدنيا هذه يركضون تمام خلف الرزق، كل واحد يبغى الرزق، يبغى الرزق تمام. لكن الرزق هذا كلنا نعرف انه منذ النفخ في الروح وهو مكتوب، فما حد يموت الا هو مستوفي رزق قبل كامل. وش الأشياء اللي تقول للرزق استجب الرزق، اللي تستجلب الرزق؟ أو أبو مجد، أول من رفع علي الهمش أم النمش على الشباب هنا. الله سبحانه وتعالى يقول إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله كتب لك أكثر من قدر بالأدلة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه الله سبحانه وتعالى كتب لك أكثر من قدر، وأنت تختار أي هذه الأقدار التي سيحاسبك الله عليها. فأنت لابد أنك تسعى للرزق، تسعى للرزق عشان تأخذه. إذا ما سعيت للرزق ما راح يجيك أكيد، فلابد أنك تسعى للرزق وتبذل جهدك حتى أنك تستوفي هذا الرزق. لكن في ناس يبذلون جهد والقلق والتوتر والهم ومجي خطأ تمام يرافق، اكيد في شيء خطا ابو مجد، اكيد في شيء خطا لابد انه يراجع نفسه فيها عشان يضبط. اخواني بعد اذنك يا عبد الله، ابعدونا عن شيء، عن اي شيء عقدي. نحن هنا نتكلم عن واحد اثنين ثلاثة، اللي يبغى الرزق وش يعمل؟ الشمراني الاستغفار من الاشياء اللي تجلب الرزق. ابراهيم برضو يعني عارف الصلاه ورضا الوالدين، حلو. مثال بعد الحربي؟ لا والله ما جي بعده، لا الميثان ولا الحربي. فرنتي ناصر كيفني ما حد الصدقة. دقيقة ايش في؟ عندي مشاركة. طيب وانت قلت شيء عندك مشاركة؟ نزل سكين عندي، خلي كمل. طيب انا فرنتي الصدقة الخفاء، الميثان انتظر. فرنتي الصدقة في الخفاء. الصدقة يا اخوان من الاشياء اللي تجلب الرزق، بارك الله فيك. حلو، خلص ميثان بعد الأشعري. ايوه هذا استغله. يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا. الله عليك الميثان. اذا حتى الان الصدقة والاستغفار، حسبي الله ونعم الوكيل، الاعمال الصالحة بر الوالدين، نبغى ايضا شيء بدليل. ها الله سبحانه وتعالى يقول ولئن شكرتم لازيدنكم. الله عليك، ممتاز، شكر النعمة. احسنت، بارك الله فيك. بارك من الله بعد فيك. يا شباب انا عندك ابو هاشم عنده ايوه عندك ابو هاشم اللي وزعت كثير. ابو هاشم لا لا لا، هناك الناس يا شوف عين العين حق اعلم ما فيها. الجمله اللي ذكرتها صحيحه جدا، انا ما اذكر الحديث. قول الجمله مره ثانيه لو وضحها بس. اللهم صل على النبي. لا اله الا في عندك انت رحمتك. طيب انا اجيب لكم الحديث ولا الايه بس المعلومه فقط، انه الذنوب والسيئات تحجب الرزق، تقطع عنك الارزاق. احسنت. طيب يا جماعه، الذنوب تقطع الرزق او تمنع الرزق، وفي شيء ثاني صدقه السر غضب الرب. في شيء ثاني غير انها تمنع الرزق، الذنوب. الذنوب تمنع بركه المال ايضا، تمنع الرزق، وايضا حتى اذا عندك شيء ما فيه بركه. صله الرحم من الاشياء اللي تزيد الرزق. الله. طيب في شيء برضو في حديث عن الرسول، من اللي يذكره؟ ما ذكرناه ترى حتى الان. ها تسعة اعشار الرزق في التجاره، هذا معنى الحديث. اي انا اقصد يعني هذا يمكن تتكلم على قضيه التجاره والنور، لكن انا اتكلم على اشياء معنويه مثل الاستغفار، مثل اللهم صل على محمد، تقوى الله اللي ذكرها الميثان، والنية تمام. شمراني في شيء برضو في حديث عن الرسول من الأشياء اللي تجلب الرزق. أنا أستاذ. الله عليك أستاذ. يا أستاذ كل منا حسبي الله ما يرزق الطيب، حسبي الله ونعم الوكيل. الله عليك، التوكل على الله. سعداني شوف يا عزيزي، أنا لفت انتباهي كلامك. أها
انه سمعتها مرة من سمع الكلام يا ما الهمش الهمش انا ما قلت شيء انا سعداني مريض وقاعد اتكلم ياسر علي ياسر والله لولا احترام الوظيفة الجديدة يا علي الهمش عادي يقول احترام الوظيفة الجديدة يا شباب خلوا السعداني يتكلم يولد المولود ومجرد ما يبدا يكبر يدرس علشان ايش المستقبل اذا عدت الدراسه يتوظف علشان المستقبل يدرس ويتزوج علشان يبني مستقبله يكون مع اولاد يبدا يبني مستقبل الاولاد ويبدا كذا كذا على العصا وهو بيبني المستقبل ولا المستقبل لا المستقبل الى ان يحط راسه على الموت واخر وصيه وهو عند اولاده يقول انتبهوا خذ كذا وانت وزع كذا الى اخر لحظه وهو بيبني وهو بيفكر بالمستقبل بالدنيا وين المستقبل اين المستقبل يا قليل العقل المستقبل انت الان بس روح روح عاد ادخل المستقبل يا الله يا الله هي هذا اللحظه الفارقه بدل ما انت تدخل مستقبلك القادم بلا اله الا الله محمد رسول الله عادك بتدخل بترجع للفناء وبتقول جميل كلام غير هذا الكلام انا من رايي انك تنزل السكين عشان لا يضيع مستقبلك تمام الكلام اللي ذكره مهم وهو للشيخ جميل للشيخ علي الطنطاوي الكلام اللي ذكره السعداني هو للشيخ علي الطنطاوي طبعا انا قلت احد يعني تقاتل في الدنيا هذه قتال غير عادي من اجل المستقبل وما علموا ان المستقبل هو الجنه العدوان بعدين الشمراني معلش علي السعداني ولا علي الطنطاوي الصباح ايش نقول لهم قوم وراك ايش ولا اذا جينا النوم قوم يلا وراك مدرسه النوم وراك ايش مدرسه ونسينا وندرس من اولى لين ثاني نبغى ايش بالنهايه يروح يدور ايش وظيفه الله يقول وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزق نحن نرزقك انت عليك انك تمر بالصلاه والله بنتكفل برزقك بيض الله وجهكم يعطيكم العافيه يا شباب الوقت بسيط جدا لكن في اشياء درر بيض الله وجهكم هذا يعني اضافاتكم كانت رائعه جدا ابو عمر